ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة سعادة النائب عمار جنبر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب. كما بحثت اللجنة المرسومة بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث طلبت اللجنة لقاء وزير العمل لمزيد من الإلمام والإيضاح. ويأتي المرسوم بقانون ليستكمل منظومة التشريعات العمالية التي تواكب التطورات على الصعيد العمالي وتعزز المكتسبات العمالية التي تحققت في ظل العهد الزاهر، كما أنها تغطي جوانب مهمة تحتاج إلى مزيد من الوضوح والتطور التشريعي الناتج عن التجربة والممارسة، وتعزز العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتشدد على المحافظة على حقوق وأوجه حماية العمال كطرف أساسي في معادلة التنمية المستدامة والإنتاج. ويضم المرسوم في أبرز تعديلاته الجوهرية إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة. اليوم كان الاجتماع الثالث للجنة الخدمات، وبديناها بتصديق المحضر السابق للاجتماع الثاني. أيضا كان عندنا مرسوم من الحكومة يتعلق بأحكام صندوق العمل، وطبعا طلبنا مرئيات الحكومة، وأيضا طالبنا أن وجود الوزير عساس الدراسة أكثر. الموضوع الثاني كان يتعلق بالتقاعد العسكري، هذه أيضا تم طلب مرئيات الحكومة وأيضا مرئيات الجهات الخاصة للدراسة أكثر.